الرئيس السيسي يشيد بالعلاقات الثنائية مع اليونان خلال مأدبة عشاء رسمية في القصر الجمهوري بأثينا. مجلس الوزراء يعلن الاتفاق على توفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا فور اعتماده من الصحة العالمية. وبايدن يعين مستشاره رون كلاين كبيراً لموظفي البيت الأبيض في إدارته القادمة. السادسة صباحاً، الرابعة بتوقيت غرينتش، موجز أخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامتها رئيسة اليونان تكريماً لسيادته بالقصر الجمهوري بالعاصمة أثينا. أكد الرئيس السيسي أن ما يجمع بين مصر واليونان من قواسم مشتركة ومصالح متبادلة وروابط ثقافية وثيقة يجعل من البلدين الصديقين جسراً مهماً للتلاقي والحوار والتعاون بين العالمين العربي والإسلامي من ناحية والقارة الأوروبية من ناحية أخرى. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر واليونان تمتلكان علاقات قوية في مختلف المجالات. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، أكد الرئيس السيسي أن الزيارة كانت بمثابة فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول سبل إحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة وتكثيف التعاون في قطاعي السياحة والطاقة، مع أهمية توظيف الزخم الناتج عن القمة الثامنة لآلية التعاون الثلاثي من أجل اتخاذ خطوات تنفيذية في المشروعات المتفق عليها. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على مناقشة تطورات ملف اللقاحات التي تم الإعلان عنها حتى يتسنى التحرك المبكر لمصر لتأمين قدر كاف من جرعات تلك اللقاحات. وأشار خلال اجتماع للجنة الطبية إلى الاتفاق مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال على حصول مصر على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي ستنجح في الحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية على أن يتم منح الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس مثل الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمراً ملكياً بتكليف ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء. وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن قرار التعيين سوف يعمل به من تاريخ صدوره. قالت ستيفاني ويليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن المحادثات السياسية الجارية في تونس بشأن مستقبل ليبيا توصلت لاتفاق يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات في غضون 18 شهراً، مشيدة بما وصفته بأنه انفراجة في عملية السلام. وأضافت ويليامز في مؤتمر صحفي أن خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي تحدد خطوات لتوحيد السلطة التنفيذية. أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعيين مستشاره رون كلاين كبيراً لموظفي البيت الأبيض ومساعداً للرئيس في إدارته القادمة. ويعد كلاين أحد المقربين من بايدن ويعمل معه منذ عام 1989، ومن المتوقع أن يكون شخصية رئيسة في تصدي بايدن لأزمة فيروس كورونا. وكان بايدن قد أعلن أنه شكل فريقه الانتقالي استعداداً لتولي السلطة، وخاض نقاشات حول استراتيجية التصدي لانتشار فيروس كورونا والتغير المناخي إلى جانب قضايا أخرى.
مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار، وفي النهاية نحيط علم سيادتكم بأن تردد أكسترا نيوز اتش دي هو 12303 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي. شكرا لكم.